بسم الله الرحمن الرحيم. الفرنسية في هذه الفقرة إن شاء الله سنتوقف مع هذا الخبر على جريدة ليبراسيون الفرنسية. كما نلاحظ عندنا ليبرتي دو لا بريس، ليبرتي دو لا بريس، ليبرتي دو لا بريس، حرية الصحافة، مارش دي ليبرتي. إذا نتكلم عن مسيرة الحريات أباري لباريز، أن فوتوغراف سيريان بليسي بوندون إن شارج دو لا بوليس. أن فوتوغراف سيريان، إذا نتكلم عن مصور سوري بليسي أنه جرح، طبعا نتكلم عن لوفير بليسي، ثم مصور سوري بليسي كما نقول مجروح أو جرح، إذا نتكلم عن لوفير بليسي بوندون أثناء إن شارج دو لا بوليس. إن شارج دو لا بوليس أثناء هجوم للشرطة، أثناء هجوم للشرطة. طبعا كلمة شارج ممكن أن تعني شحنة، مثلا شحنة شاحنة أو أي شحنة، مثلا شحنة طائرة أو شحنة سفينة، إذن تسمى شارج هي اللي عندها علاقة بفعل شارجي، أنك تكلف شخصا أنك تشحن. إن شارج ممكن أن تعني مهمة، مادام أن لوفير شارجي ممكن أنه يعني شحنة أو ممكن أنه يعني كلف شخصا، كأنك تشحنه بشيء معنوي، المقصود أنك تعطي مهمة. طبعا كلمة شارج ممكن أن تعني عبء، ممكن أن تعني عبء، كل مهمة هي عبء، وممكن كما قلنا تعني حمولة أو شحنة، وتعني أيضا كما قلنا تكليف. إذن ثم عندنا في الأسفل سولون روبورتا سون فرونتيير، إذا نتكلم عن حسب، سولون يعني حسب، كما نقول دابخي. إذن سولون روبورتا سون فرونتيير، إذن حسب مراسلي سون فرونتيير بدون حدود، سون فرونتيير كما نقول بدون حدود أو بلا حدود. طبعا لي فرونتيير هم الحدود التي تكون موجودة بين البلدان. إذا نتكلم عن لي فرونتيير، إذا نتكلم هنا عن منظمة بدون حدود، إذا نتكلم عن صحفيين بدون حدود، المقصود أنهم لا يخندقون أنفسهم في بلد ما أو في منطقة ما، المقصود أنهم يعنون، أنهم يهتمون بكل أحداث الموجودة في كل عالم. مثلا نتكلم هنا عن رابورتا سون فرونتيير، إذا نتكلم عن مراسلين بدون حدود. إذا سولو رابورتا سون فرونتيير، حسب مراسلين بدون حدود أو بلا حدود، أمير الحلبي 24 a reçu un coup de matraque au visage alors qu'il couvrait les débordements durant la manifestation parisienne. Alors qu'il couvrait les débordements durant la manifestation parisienne. Amir al-Halabi ou al-Halabi, 24 ans, 24 ans, a reçu, يعني أنه تلقى. عندنا لو فيرب ريسيفوار هنا. أنه تلقى. كأنه تلقى هدية. طبعا لو فيرب ريسيفوار ممكن أنه يعني هذا الأمر. لكن هنا بدل أنه يتلقى هدية أو شيء من القبيل، هو تلقى ماذا؟ a reçu، هو تلقى un coup de matraque، يعني أنه تلقى ضربة هراوة، أنه تلقى ضربة هراوة كما نقول ضربة عصا. إذن هو تلقى ضربة هراوة au visage كما نقول إلى الوجه. عندنا هاد au visage، هذا المقصود بها a le visage، a le visage. طبعا a le ما كاينش في اللغة الفرنسية، a la كاينه. مثلا نقول je vais à la pharmacie، je vais à la pharmacie، انا اذهب الى الصيدليه. اقول مثلا je vais à la pharmacie، انا اذهب الى الصيدليه. ولكن بالنسبه لو مارشي je vais au marché، لا اقول je vais à le marché، لا اقول je vais à le marché، بل اقول je vais au marché. هنا عندنا a reçu un coup de matraque au visage، على الوجه. اذا هو تلقى ضربه هراوه على الوجه. alors في حين كيل كوفري، كان يغطي، كيل كوفري هو كان يغطي. طبعا عندنا الفيرب كوفريغ، تماما كمل تغطي شيئا، ومنها لا كوفيرتور يعني الغطاء الذي نتغطى به عندما ننام. اذا نتكلم عن الفيرب كوفريغ، اذا نتكلم عن الفيرب كوفريغ يعني انك تغطي شخصا مثلا بغطاء، او تغلف كتابا مثلا، او تغلف كتابا. اذا نتكلم عن الفيرب كوفريغ، ومنها لا كوفيرتور، ومنها لا كوفيرتور يعني الغلاف. إذن هنا alors qu'il couvrait، في حين هو كان يغطي، المقصود هنا الفعل معنوي، كأنه يغطي أشياء. طبعا هو كان يستطلعها، بمعنى آخر هو كان يستطلعها. alors qu'il couvrait، في حين هو كان يغطي، كما نقول أنه كان يغطي الأحداث بعينيه،
يعني أنه كان ينظر ويشاهد ويستكشف الأحداث alors qu'il couvrait les débordements في حين هو كان يغطي كما نقول الانفجارات. طبعا لو débordement المقصود به هو الفيضان، هو خروج المياه عن مجاريها. عندما تكون هناك مثلا أمطار كثيرة نجد بعض الأودية تخرج مياهها عن المجاري، نتكلم عن لو débordement، إذا نتكلم عن الفيضان. هنا طبعا الفيضان فقط معنوي، نتحدث عن الأشخاص الذين خرجوا عن مجاريهم كما نقول. إذا نتكلم عن الأشخاص الذين خرجوا يتظاهرون، إذا هو كان يغطي هذه الانفجارات alors qu'il couvrait les débordements، في حين هو كان يغطي الانفجارات durant خلال أو أثناء la manifestation parisienne، أثناء التظاهرات الباريزية. طبعا هذه هي حرية التعبير التي طبعا أصبحت تعكسها فرنسا. ثم كما نلاحظ في الأسفل le photographe syrien Amer El Halbi a été blessé pendant une charge de la police alors qu'il couvrait la marche des libertés samedi après-midi. Le photographe syrien Amer El Halbi a été blessé pendant une charge de la police alors qu'il couvrait la marche des libertés samedi après-midi, indique l'AFP. Indique l'AFP. L'AFP, elle maksoud bia l'agence France Presse. L'AFP, elle maksoud bia l'agence France Presse. Wakalat France Presse. Et d'un atkalam an wakalat France Presse. Le photographe Amir Al-Halbi a été blessé. Et d'un atkalam an Amir Al-Halbi an aujouriha. Pendant une charge de la police, atna a oujoumi lil amn. Alors qu'il couvrait la marge des libertés. Fihin an au kanal rapti mesrat hurriyat. Samedi après-midi. Yom sabt masa'an. Après-midi, yani ba'da. بعد الزوال عندك لايف بي، عندك لايف بي يعني صرحت وكالة فرانس بريس. سور تويتر كريستوف دولوار سيكريتير جينيرال دو ريبورتر سون فرونتيير ا افيرمي كو لو فوتو جورناليست انديبوندون دو 24 ans a été blessé au visage par un coup de matraque. اذا سور تويتر كريستوف دولوار، طبعا على صفحتي بتويتر كريستوف دولوار سيكريتير جينيرال دو ريبورتر سون فرونتيير، إذا نتكلم عن الأمين العام لمنظمة مراسلون بدون حدود، لمنظمة مراسلون بلا حدود، أفيرمي أنه صرح كل فوتو جورناليست بأن المصور الصحفي انديبوندون المستقل دو 24 ans a été blessé au visage par un coup de matraque. إذا الصحفي دو 24 سنة a été blessé، هو جرح، a été blessé au visage par un coup de matraque، هو جرح على الوجه بضربة هروة. toute notre solidarité envers Amir Al-Halbi، كل تضامننا نحو Amir Al-Halbi. يقول الأمين العام هنا toute notre solidarité، كل تضامننا envers Amir Al-Halbi. ces violences policières sont inacceptables، ces violences policières sont inacceptables. إذن هذا العنف البوليسي أو هذا العنف الأمني غير مقبولة. إذن نتكلم هنا عن سيفيولانس، هنا لا نتحدث عن سات فيولانس هذا العنف، بل نتكلم عن عنف كثير كما نقول سيفيولانس كما نتكلم عن عنف كثير، لكن في اللغة العربية نقول هذا العنف سيفيولانس بوليسيير كما نتكلم عن مجموعة عنف البوليسية تنسب للشرطة. سونتين اكسبتابل أنها غير مقبولة. Amir est venu de Syrie. Idan Amir Al-Halbi est venu de Syrie. هو جاء من سوريا. En France, جاء إلى فرنسا pour se réfugier. من أجل أن يحتمي فيها. هو أتى من سوريا إلى فرنسا ليحتمي فيها. Amir est venu de Syrie en France pour se réfugier. من أجل أن يلجأ فيها كما نقول أو يحتمي فيها. Comme d'ailleurs plusieurs autres journalistes syriens. Le pays des droits de l'homme n'a pas à les menacer, mais à les protéger. بلد حقوق الإنسان كما تدعي فرنسا n'a pas à les menacer. ليس لها أن تهددهم. طبعا لو غير مناصر المقصود به هددا. n'a pas à les menacer. ليس لها أن تهددهم. mais à les protéger. ولكن لتحميهم. إذن هاد الأشخاص هربوا من الاضطهاد. إذن على فرنسا أن تحميهم. ما دام هاد الأشخاص كبقية الأشخاص صدقوا شعارات فرنسا فيما يخص حماية حقوق الإنسان. أجوتي كريستوف دولوار، أضاف كريستوف دولوار لاجونس فرانس بريس، المقصود أنه أضاف كلاما في تصريحه كما رأينا.
طبعا كما نلاحظ تدوينة كريستوف دولوار ثم صورة أمير الحلبي، ونعتذر على المشهد. طبعا هناك صحفيين آخرين دونوا حول الموضوع، مثلا أنطون روجي جيسويفي سو فوتوغراف، أنا تابعت هاد المصور جيسويفي سي لو فيرب سويفر في الباسي كومبوزي في الماضي. إذا عندنا لو فيرب سويفر أو باسي كومبوزي في الماضي، جيسويفي أنا تابعت سو فوتوغراف هذا المصور أبخي سا بليسيغ بعد جرحه، سون سافوار كيل ساجي دامير الحلبي، سون سافوار كيل ساجي دامير الحلبي، بدون معرفة بأن الأمر يتعلق بأمير الحلبي. غوبوطا إذا نتكلم عن مراسل، أيون فوي، طبعا عندنا لوفير فوي هنا، أيون فوي كما لو نقول كان له أن يهرب، كما لو نقول كونه هرب، أيون فوي. هنا استعملنا لوفير أفوار، هنا عندنا لو بارتيسيب بريزون دو فيرب أفوار، أيون فوي هنا استعملنا لو بارتيسيب بريزون دو فيرب أفوار. إذا كما لو نقول كان له أن يهرب، أيون فوي لا غير، إذا يهرب الحرب، المقصود أنه يهرب من الحرب. أون سيري يهرب من الحرب في سوريا. إذن أنا تابعت الشخص بدون أن أعرف أن الأمر يتعلق بأمير الحلبي. المراسل كونه هرب من الحرب سوريا، كونه هرب من الحرب في سوريا، إذن كان له أن يهرب من الحرب في سوريا. كما نقول إلى تبخي أون شارج، قبل قليل رأينا كلمة شارج ممكن أن تعني مهمة، إلى تبخي أون شارج بار دي ستريت ميديك، بار دي ستريت ميديك، طبعا هذه بالإنجليزية أصبحت تستعمل في اللغة الفرنسية. لي ستريت ميديك، ستريت يعني الطريق، ميديك كما نتكلم عن أطباء. إذن كما نتكلم هنا عن أطباء الشارع، اللغة الفرنسية نقول سوانور، طبعا تأتي من فعل سواني، سواني يعني أنك تعتني بشخص أو تعالجه. إذن سوانور كما نتكلم عن معالجين، أو سوكوريس أو منقدين دوغي يعني منقدين الشارع، المنقدين الموجودين بالشارع، منقدين أو معالجين ليس بالمستشفى بل في الشارع كما نرى في الصورة. إذا نتكلم عن معالجين أو نتكلم عن سوكوريست يعني منقدين دوغي في الشارع، أنهم يعالجون الناس في الشارع، أنهم ينقذون الناس في الشارع. إذن يقول هنا أنطون روجي إلى تبخي أون شارج باغ دي ستريت ميديك، إذن هو تكلف به باغ دي ستريت ميديك، بمنقدي الشوارع أو بمعالجي الشوارع. كي أون تيتي بلوكي، كي أون تيتي بلوكي بليزيوغ فوا، الذين تم إيقافهم عدة مرات. من الذي أوقفهم؟ بعد CRS. من يكون CRS؟ CRS مقصود بها كومباني ريبوبليكان دو سيكوريتي، إذا نتكلم عن فيلق أو نتكلم عن فرقة ريبوبليكان جمهورية. إذا في المذكر نقول ريبوبليكان يعني أنه جمهوري، في المؤنث نقول ريبوبليكان يعني أنه جمهورية. إذا نتكلم هنا عن كومباني ريبوبليكان، ريبوبليكان إذا نتكلم عن فرقة جمهورية دو سيكوريتي للأمن. إذا هذه الفرق هي التي كانت توقف هاد المنقدين. إذا يقول أنطون روجي إلى تبخي أون شارج باغ دي ستريت ميديك كي أون تيتي بلوكي بليزيوغ فوا باغ دي سي آر إس، إلى تبخي أون شارج باغ دي ستريت ميديك كي أون تيتي بلوكي بليزيوغ فوا باغ دي سي آر إس أو مومون دو لامني أ لوبيتال، أو مومون دو لامني أ لوبيتال، أو مومون دو لامني أ لوبيتال. إذا هو تم التكلف به من طرف المنقدين الذين أوقفوا عدة مرات باغ دي سي آر إس من طرف الفرق الأمنية الجمهورية أو مومون دو لامني في لحظة أخذه أ لوبيتال إلى المستشفى، أو مومون دو لامني أ لوبيتال في لحظة أخذه إلى المستشفى. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.